أزلم. الرعب احيانا اللي يجيك وانت رايح المكان اللي هو اللي بتكون انت فريسه فيه. هذا اذكر مره من المرات انا كنت في المدرسه وكنت العيد شوي في الدرجات الشرقيه. المهم جبت العيد، اعرف اذا رحت البيت وقدمتها للوالد بنطق طقي لين اعض الارض، عارف بيض الله وجهك. الشاهد اسلم. الشاهد ان شفت الوضع كذا، قلت خلني اخذ الشهاده. والله ما ادري هل شقيتها او اني خبيتها، ماني بعارف والله. بس المهم اني ما اعطيتها اياه. جاء بعد مده قال يا ولد ما شفنا لك شهاده ولا تقرير ولا حاجه، ما اعطوكم المدرسه؟ قلت لا والله ما اعطونا شيء. سكت. قال ستبدي لك الايام ما كنت تجهل، وبنشوف نصبر عليك لما تشوف اخرتها معك. تعدي الايام، تعدي الرجال عدى وما قام يسال. بعد فترة من الغباء الزايد أعطونا المدرسة أوراق لأولياء الأمور، عندنا مجلس آباء. ويجيك الحبيب، يعني أنت مكمل اللي هو شلختك أساسا من البداية، كمل معروفك، خش الورقة هذه ومشي الفيلم. أعطيته، تفضل طال عمرك، وش هي هذه؟ مجلس آباء. ما شاء الله. مجلس آباء، وشهادتك ويني؟ قلت له والله باقي، ما أعطونا إياها. ويروح الوالد ويحضر. أول مدرس، أذكر مدرس الجغرافيا كان. أول مدرس قابله أصلاً. أول مدرس قابله، مدرس الجغرافيا. قابله، قال له كيف مستوى حسن عندكم في المدرسة؟ قال والله حسن ما شاء الله عليه، مؤدب و إلى آخره. عشان أبين لك يا أبو منصور إني مؤدب بس. طيب، مؤدب وأموره طيبة وما أدري إيش. قال له أبوي أنا ما أتكلم عن مؤدب، أنا أسأل عن تقرير، أنت ولا أعطيته ولا شهادات ولا دراسة. طبعاً أبوي دينه ودين إنك أنت كذاب. مو بس كذاب، قدام الناس تطلعني بمظهر اللي انا ما اعرف شيء في البيت، يعني انت ابو في البيت ولا حاجه. مو بس الابو، حتى حنا انا اي هذه الاقوى، فاهم؟ يا ساتر. المهم شاف الوضع كذا ما راح ولا مدرس. انا خفت والله العظيم. والله فارس. اني خفت فارس. انا خفت انا ماني دخل اسلم فارس. والله العظيم ما كمل ولا راح ولا مدرس. احنا مدارس ارامكو السيب حقها طويل. على السيب حقها طويل. مؤدب يا قلبي والله. صح فارس، ارامكو ما سويت دعايه. لا بس هذه فيها شركه الحين. الشاهد ان السيب طويل، عندك يسارك ملعب، يسارك مدري ايش. فانا الحين هو طلع من المدرسه وهو زعلان، بس انا ما ادري هل فعلا هو زعلان ولا لا. فقعدت بجس النبض الحين، ابي اشوف هو زعلان ولا لا. يبا ترى كل اربع عندنا هذا الملعب نلعب فيه كوره، ما يرد. قلت اوكي، هذا المقصف اللي ناكل منه وناخذ منه الفسحه. بعد ما يرد قلت حلو، انا عرفت جوك الحين وعرفت شو اللي بيصير بعدين. يبقى هذا ايه. خدي اللي استاهل. وصلت السياره، قلت خلاص هذا اوعدكم يوم الزينه، هذا يوم الزينه هنا السياره. انا عرفت اني بنطق هنا. والله وركب السياره والرجال ما سوى شيء. قلت لا الحمد لله اموري طيبه، ضمنت الحين انا ضمنت. نوصل البيت واذكر عمتي الله يجزاها خير جايبت لنا هدايا، مضرب تنس حديد وكذا وما ادري وشو حقتك. هو ما ادري وش اللي انفتح قبل، راسي ولا انفتحت الهدايا. انا اذكر في شيء انفتح بس وش ما ادري. والله اليوم الثاني اني ما داومت، اللي شفت فيلم كرتون توم وجيري كذا، اكبر منها ما في تدور عليه. قال لي عشانك اليوم الثاني لا تداوم المطبخ. ليه بس الكذب مهما كان يوم منصور. شوف الكذبه كيف صار. والله حرام عليك عشان الغياب يعني. ما شاء الله عليك يا حبيبي، مو خايف على نفسه؟ طبعا يا جماعه الخير، يا جماعه قولوا لا اله الا الله. صح صحت انت.